الو، ايوه انا عايزه. امتى؟ فين؟ طيب، انا جاي حالا. القهوه يا بكاري. خالد، ايوه يا استاذ. كانت مروه وغنينه ومصور وحصاني بصاله على عربيه الجرنان. حاضر يا استاذ. البركه في مصادري الخاصه يا رشدي بيه. تسمح؟ عايزه تفصيلات عن الحادث. بعدين يا عزم، الوزاره هتصدر بيان وهنوزعه عليكم. عن اذنك يا ست اللواء. اتفضل. تمام. تحريات كامله عن كل سكان المنطقه. تصور ايه؟ الحق عربية الإسعاف بسرعة، يمكن تلحق تصورهم في المستشفى. مروة، أنت تبعيني على المستشفى. أوكي. خالد، عليك العمارة دي، دور، شقة شقة، أي حد كان في البلكونة ساعة الحادثة. أمينة، حديث مع أهل المصابين، أدق التفاصيل. يلا أوايا اتحركي، خدي المصور. اللي حصل إن إحنا لقينا درجة حلقات نجلة. إيه يا علاء، أنت لسه جاي؟ رشدي بيه. ممكن أستلم تليفون عربيتك؟ كمان يا فندم. هي هنا من إمتى؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جت معانا بالظبط. لا اسمح لي بقى يا سيادة اللواء، العملية دي فيها كوسة، ما هي يا إما شغالة معاك ويا إما شغالة مع الإرهابيين، والاحتمال التاني أرجح. أيوة يا أستاذ كمال، أخرت طبعا ساعة. لا، مش هتأخر، ساعة بالكتير. متشكرة أوي. مولاتي رايحة المستشفى. عايز إيه يا علاء؟ يعني لو عندك مانع آخد تاكسي. اركب. اسمعي كلامي وتسيبك من الشحطاطه دي؟ ده انا حسدتك. طب ما تسمع كلامي انت وتسيبك من الشغلانه دي اذا كنت مش قدها. ايوه بس دي شغلانه رجاله. رجاله؟ هما فين دول؟ مش واخده بالي. يا مولاتي، مش معنى انك فشلت مره زمان في حياتك انك هتفشلي كل مره. بقول لك ايه يا علاء؟ ممكن تنقطني بسكاتك؟ ممكن؟ ممكن. طيب. احسن. Thank you.
الست عصمت؟ عايز اعرف كم رصاصك اسم المدير واماكنها. معنى كده اني هخش اوضه عمليه تاني وبسرعه لحسن مش هلحق الطبعه الاولى. هتنشري اسمي في الجرايد وصورتك كمان. يلا بقى حاضر من عينيا الاثنين. حاضر. ثواني يا استاذ. موضوع الضابط حصل فيه ايه؟ حالا يا فندم. بنت بنات يا استاذ. ازيك يا فندم؟ اديها خالد. هشام ايه اخبار الصوره؟ يا رهيب حاجه ما حصلتش. سلام فعلا حاجه ما حصلتش. برافو عليك يا هشام. يا عصمت فين الموضوع؟ احنا اتاخرنا. حاضر يا استاذ كمان حالا. يا عصمت هيفوت قبل الصحافه. الصحافة مين يا استاذ؟ ده انت عندك موضوع ما حصلش. يا خبر ابيض، انت خدت الصور دي ازاي؟ خدتها وخلاص. المهم تكتب تحتها استخراج ثلاث رصاصات من صدر الوزير، ولا يزال البحث جاريا عن رصاصة رابعة. انا هفلش الموضوع ده على قد ما اقدر، وهبروزه برواز كبير كمان. عن اذنك. استاذ كمال، جملة أخيرة. كل من لديه معلومات عن الحادث فليتقدم بها إلى جهات التحقيق أو إلى الجريدة، ونحن في انتظار. ازيك؟ ازاي الولاد؟ كويسين؟ ها؟ عاملين ايه؟ عفت انا هلكانة وطول النهار على رجليا ويا دوبك دي اول لقمة باكلها. انت ما سمعتيش باللي حصل ولا ايه؟ هيكون حصل ايه يعني يا عز؟ الياما قامت ولا الدنيا تهدت؟ بقول لك ايه؟ سيبك من العيشة القرف اللي انت عايشاها دي واسمعي كلامي. انا جايبة لك عريس لقطة. احنا لسه هنتكلم في الموضوع ده تاني؟ اسمعيني بس للاخر. انا اختك الكبيره ومسؤوله عني وعارفه مصلحتك فين. يا عفت يا حبيبتي كفايه قوي انك انت متجوزه وسعيده بجوازك، ودي حاجه انا فرحانه لها. طيب هفكر. سيبيني اكل بقى وسيني الولاد. الإرهاب! الإرهاب! الإرهاب!
سلام يا بيه. شكرا. أرام جمهورية أخبار يا فندم. لازم نخلص من الإرهاب ده بأسرع وقت ممكن. حضرتك شفت الحفلة؟ أنا مش محتاج أشوف، دول بشوفهم في كل حتة يا فندم. أنا مش عارف آكل ولا عارف أشرب ولا عارف أنام ولا عارف أفتح الشباك. يعني أنت تعرفهم؟ طبعا أعرفهم، صحابي دول. حتى كمان حاولوا يضموني معاهم وأنا رفضت، لأن ريحة البارود بتقلب معدتي خالص. يا أستاذ عندك معلومات عن الحادث ولا لأ؟ طبعا يا فندم شفتهم وعرفهم خالص. امال فين هم الاساتذه المصورتيه اللي هيصوروني؟ هم فين؟ ايوه يا ولد، دي صوره واحد جاري مكتوب وراها اسمه وعنوانه. بس ده يجي عنده 100 سنه بس ارهابي. ايه المعلومات اللي عندك؟ حماتي. حماتك؟ مالها؟ هي اللي ورا الارهاب ده كله. تصوري يا استاذه، من كتر ارهابها طلع لها شنب. طب باي باي باي. اتفضل. اوعى يا لعين، اوعى اوعى. فين المدير هنا المسؤول؟ جوه. اوعى يا العلم، هم اهل جوزي يا ست هانم الرهابيين، سلطوه عليا وطلعني ورماني في الشارع. ايه يا ست انت؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ ده مش مكان لتصفيه حساباتك مع اهل جوزك. اتفضلي. حتى انت يا ست هانم، يا قله بختك يا فجر. اتفضلي. معيش. ايوه ايوه انا عايزها. والنيابه لسه ما خدتش خبر؟ طب عايز. انا جاي حالا. شكرا قوي مروة. مصور وحصليني بسرعة. ها ايه اللي حصل؟ البواد فاق ويقدر يتكلم. طب كويس. ايه يا استاذ ده مش تفتح؟ انا برضو اللي افتح ده، انا مش شايف حاجة. فين النظارة؟ اتفضل النظارة يا استاذ. سقراط، اسمي سقراط. ما علينا. الا الاستاذ عصمت فين؟ استاذ مين؟ استاذ عصمت عبد العزيز بتاع صفحة الحوادث. هو عايزه في ايه بقى حضرتك؟ انا كل حضرتك ما اسالك سؤال ترد عليا بسؤال. الله، طبعا جيله في شغل. ما تجيله في ايه؟ معايا معلومات خطيره. معلومات خطيره عن ايه؟ دي اسرار يا هانم، ارجوك اديليني على مكتبه. اسرار. في الحقيقه هو مش موجود هنا دلوقتي، بس لو كنت عايزه ضروري هتلاقيه عند الاستاذ علاء منير في الاهرام. اهرام ايه بس؟ انا بسال على الاستاذ عصمت بتاع الاخبار. ايوه ما انا فهماك، هو هناك عنده دلوقتي. يلا ما تضيعش وقت. حضرتك متاكده؟ طبعا متاكده. ولو سالني اقول له حضرتك تبقي مين؟ قول له المدام. جاتنا نيله في حظنا الهباب. ده تلاقيه غوي شهر هو كمان. خليه يعطل علاء شويه عشان يخلصنا منه. انا عمري ما انساه يا ست هانم. يعني فاكر وشه كويس؟ لو كان وسط الف لازم اجيبه. تعالى يا هشام. اتفضل هشام. كويس انك جيت، ما تاخرتش. تعال. اسمع يا عم ابراهيم، الاستاذ هشام رسام الجرنان، عايزك تركز معاه قوي، يوصف له شكله زي ما شفته بالظبط. انا في عرضك يا ست هانم، ابوس ايدك. انا راجل غلبان، عاوز اربي العيلين اللي حيلتي. ده انا اول ما اطلع من هنا اسافر على البلد طوالي. ما تخافش يا عم ابراهيم، ما هو احنا لازم نساعد الحكومه عشان تقبض عليهم وتخلص البلد من شره، مش كده ولا ايه يا عم ابراهيم؟ الله المستعان. ارسم يا فندي ارسم. ايه رايك؟ هايل يا عزم هايل. ودي ماده يا سيدي تكفيك صفحتين من الصفحه. المهم الصوره دي تبقى في الصفحه الاولى. طبعا من غير ما تقولي. حمدي على المطبعه اوامر. ايه علاء؟ عايز ايه على الصبح؟ بصبع على مولاتي واقدم فروض الولاء والطاعه، وبهنئ جلالتك على انتصار السحر اللي انت حققتي. ايه ده؟ ده انت مدرسه. طبعا يا ابني لسه بدري عليك قوي. ما قلت لك شوف لك شغلانه تانيه تكون بتحبها. على فكره متشكر قوي على الهديه اللي انت بعتها لي امبارح. هديه ايه؟ الله، ده انت باين عليك ما قريتيش الاهرام لسه. اهرام؟ ايه
عصمت عصمت ده انا علاء يا عصمت. اهلا 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 يا فنان، شفت صورتك في الجورنال يا فنان. ايوه يا استاذ، وامي بتدعي لك. طب ازيك؟ الحمد لله، وعمرها ما هتنسى لك الجميل ده. ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ده يا فندم استعدادات للمرحله الجديده القادمه. الجديده؟ متعطشه ليه؟ مرحله ايه؟ المرحله يا فندم اللي جايه. ما انا خلاص قررت اقفل الدكان واشتغل مع حضرتك في خدمه الصحافه. هتبوسه. هتبوسها من قفاك وما تورينيش وشك هنا تاني. طب وايه والشغل يا استاذ؟ بعدين هبعت لك. طيب حضرتك هتبعتي؟ طبعا. امتى؟ بعد 12 سنة زي النهاردة الساعة 6. اها اها. اديها يا عصمة كاسة. هما مقدمين وثائق وصور فوتوغرافية واحنا مقدمين رسم من الخيال. ده معناه ان احنا بنفبرك الاخبار وان كل كلامنا كذب في كذب. وبعدين انا سمعت ان سقراط جالك لحد هنا قبل ما يروح الاعراب. سبتيني في ديك ازاي؟ ممكن تفهميني يا عصمة؟ عن اذنك فهم. أنا عمر، عمر الصناديلي. مين؟ عمر الصناديلي اللي حولته لإرهابي خطير. أنت عرفت نمر التليفون إزاي؟ حضرتك يا فندم شخصية معروفة ومش صعب إن تليفونك يتعرف. وبتتصل بيا ليه؟ علشان أثبت لك إن ماليش أي علاقة باللي حصل، لا من قريب ولا من بعيد. وصورتك اللي في مكان الحادث ولا دي مش صورتك؟ أنا فعلا كنت في مكان الحادثة، بس معايا مستندات هتثبت لك ان اللي بقوله صح. مستندات؟ تحبي اسيب حضرتك تفكري شويه وبعدين اتصل بيكي؟ اذا حضرتك مش عاوزه او خايفه تقابليني بلاش. لا لا لا، استنى استنى. قابلك امتى وفين؟ ايوه ايوه عارفاه، بعد نص ساعه هكون عندك. تفتكر هتبلغ؟ ما اعتقدش. استاذ عصمت، عمر الصناديق، يا ريت نمشي عادي علشان ما نلفتش الانظار. قلت لي هتقدم لي دليل براءتك. انا اسف اذا كنت بسبب لك اي ازعاج. اتفضلي. ايه ده؟ دي روشتات من عياده الدكتور، عيادته في نفس العماره اللي حصلت قدامها الحادثه. يا ريت لو حضرتك تتكرمي وتتصلي بيه هتعرفي انا ليه كنت في مكان الحادث. مين حبيبك؟ بنتي. ما رحتش ليه الاهرام عشان تكذب الخبر اللي اتنشر فيه؟ مش سهل ان الاهرام يكذب نفسه، لكن ممكن اي جورنان تاني يكذبه. يعني انت كنت موجود فعلا ساعة ارتكاب الجريمة في مكان الحادثة دي عند الدكتور اللي انت اديتني عنوانه ده؟ ايوه. جريت ليه؟ الرصاص كان زي المطر، كنت بجري زي ما كل الناس كانت بتجري، شيء طبيعي. وما رحتش ليه البوليس قلت له الكلام ده؟ انا عارف البوليس كويس، بيبقى عاوز اي متهم وبسرعه علشان يقدمه للراي العام.
وفين وفين على ما اقدر اثبت ان انا ماليش علاقه بالموضوع، خصوصا يا استاذه ان انا ليا ملف عنده. ارهاب برضه؟ لا لا لا، ده موضوع تاني خالص وبرضه ماليش اي علاقه بيه. الله، دول مدبينك انت بالذات بقى، هما ما ورهمش غيرك ولا ايه؟ لو حضرتك يا استاذه اطلعت على الجرايد في التواريخ اللي مكتوبه في الورقه دي هتعرفي الموضوع بالظبط. وفعلا كان موجود عندي يوم الحادث. وبنته كانت معاه؟ لا، هو كان جاي يجدد رشته الدواء لبنته. هو متعود يزور حضرتك هنا؟ مره كل اسبوع، الكلام ده من 3 اشهر، لكن قبل كده كان بيجيلي اكتر من مره. تفتكر انه اختار حضرتك بالذات لعلاج بنته عشان يبقى قريب من مكان الجريمه؟ ما اعتقدش، لان مش هو اللي جابها لي، هي تحولت لمعهد القلب من عند الدكتور الباطني المعروف حسام ابراهيم. طب هي البنت عندها ايه بالظبط يا دكتور؟ حبيبه عندها روماتيزم في القلب وضيق في الصمام المترالي، احنا عملنا لها عمليه توسيع، لكن اعتقد انها تحتاج تغيير صمام بالكامل. حضرتك تعرفه كويس يا دكتور؟ طبعا، عمر بن ادم حساس وفنان، هو اللي عمل لي الصوره دي، اديها لي لما عملت عمليه بطن واجحت. لو شفتيها هاني مع بنته كانش ممكن ابدا تكتب الكلام اللي كتبتيه ده. ارهابي وماشي يقتل في الناس، معقول؟ مش انا اللي كتبت يا دكتور. عيب الصحافه انها بتكتب اي كلام وبتهلل لاي حاجه. في كل الدنيا المتهم بريء حتى تثبت ادانته، احنا عندنا هنا بالعكس، الواحد دايما متهم ومطلوب منه طول الوقت انه يثبت انه بريء. ممكن حضرتك تديني صوره من الملف ده يا دكتور؟ سيادتك عارفه ان دي اسرار مهنه. ايوه، بس دي حاله استثنائيه، والكلام ده لو اتنشر هيغير كتير في مجرى التحقيق. أنا اللي كاتباه ده إنها شافته. عصمت صحفية نشيطة وعندها مصادرها. مصادر إيه يا علاء؟ مصادر إيه؟ والروشتات وصور الأشعات والكلام اللي هي كاتباه. يا رشدي بيه، عصمت ما غلطتش، وأنتم سألتم وطلع كلامها صح. الراجل فعلاً كان عند الدكتور يوم الحادث، وبنته فعلاً مريضة بالقلب. دي علاء ما بتهزرش وعارفة هي بتعمل إيه بالظبط ومخططها له من مدة طويلة. دي عصابات دولية بتصرف عليها دول وحكومات. زي حكاية الانقلاب اللي طلع منها براءة. إيه ده؟ انت بتشك يا علاء؟ الحقيقه يا رشدي بيه، هو ربط ذكي جدا اللي عصمت عملته بين القضيه القديمه والعمليه الجديده. ده تهريج وكلام فارغ، كلام ناس مش فاهمين حاجه يا علاء، مش فاهمين حاجه. وعلى فكره اللي كتبته عصمت ده قلب عليها الوزاره كلها. عصمت قامت بواجبها ومحدش يقدر يلومها على كده. لو في حاجه غامضه عليها وسعادتك عايز تفهمها لها، ما تطلبها وتتفاهم معاها. سألت عليها مش موجودة لا في البيت ولا في الجريدة. أنا متشكر قوي على الكلام اللي حضرتك كتبتيه. أنا ما نفتش التهمة عنك، أنا حطيت المستندات والوقائع قدام الرأي العام وجهات التحقيق. ده أكتر من اللي كنت بحلم بيه. أنا لمحت اسم اللواء رشدي في القضية القديمة، وهو برضو اللي ماسك القضية الجديدة. ما تستنتجش من ده شيء. ما بحبش ابدا البس النضاره دي، بتخلي شكلي زي بتوع العصابات. عايز اشوف حبيبه قوي. تحبي تشوفيها دلوقتي؟ يا ريت. اتفضل اتفضل.
اتفضلي حضرتك. انا اسف قوي، المكان مش قد المقام، دي شقه واحد صاحبي، بعد اللي حصل ما لقيتش اي مكان استخبى فيه غير هنا. اتفضلي. يا حاجة. أيوة يا ابني. أمي دي ست عصمت اللي كنت بقرا لك كلامها في الجورنال النهاردة. أهلا يا بنتي، ربنا ينصفك وينور بصيرتك. تعيشي يا حاجة، أنا ما عملتش غير الواجب. أمال فتحي فين يا أم؟ خرج وهيرجع بالليل. فتحي ده صاحبي وصاحب الشقة، هو اللي جاب لي حبيبة أمي من البلد امبارح. خير يا بنتي؟ ما تخافيش يا أم، الست عصمت عاوزه تتكلم معاكي كلمتين بس. وانا يا بنتي هعرف اقول لك ايه بس. قولي لي يا حاجه، بيقولوا ان ابنك ارهابي وبيقتل في الناس، صحيح الكلام ده؟ منهم لله الظلمه، كل اللي اقدر اقوله لك ربنا على الظالم والمفتري وهو وحده اللي يظهر الحق. يعني ما لاحظتيش على ابنك اي ميل للعنف؟ يا بنتي ده عمر طول عمره متربي على معرفه ربنا، هم عاوزين ايه بس منه؟ ما يسيبوه في حاله بقى، ولا عاوزين يطفشوه تاني زي ما طفشوه قبل كده ويفضل عايش بعيد عني سنين طويله؟ ده حرام يا بنتي، والله يا حرام. اهدي يا امه. امال حبيبه فين؟ حبيبه خدت الدواء ونامت يا حبه عيني. اتولدت واحنا بره، والدتها ماتت وهي بتولدها، وده من الحاجات اللي رجعتني مصر. عندها كم سنه؟ 5 وشويه. من يوم ما رجعنا وهي تعبانه قوي. ارجوك يا استاذه بلاش حبيبه. ليه؟ مش عاوز ادخلها في الموضوع ده، مش عاوز احس اني بستغلها او بتاجر بيها. بس دي قضيه راي عام، والمطلوب ان احنا ناثر في الراي العام ده على قد ما نقدر، مش عشان ابرئك، عشان سلطات التحقيق تفكر مرتين قبل ما توجه الاتهام. ارجوك معلش بلاش حبيبه. صحيتي حبيبتي؟ وانا نمت خالص، انا كنت طول الوقت بلعب مع نادية ومحمود تحت الشجرة الكبيرة. انت بتحلمي يا حبيبتي، مش سلمي على طنط؟ اهلا يا حبيبتي. انت اسمك ايه؟ عصمت. وادي كاميرا؟ ممكن تصوريني بيها انا وبابي؟ ممكن قوي، يلا وريني كده. على مالك؟ يلا السما الحلوة بقى، بوزة كده بابي، كمان واحدة. قدام الحكومة لوحدي، ضروني اسحب القضية واسيب البلد وامشي. قعدت بره قد ايه؟ عمر بحاله. كانت رحلة غريبة جدا، من اليونان لتركيا لجنيف واخيرا استقريت في باريس. بس حتى انا بره فضلت المخابرات ورايا في كل حتة، ما سابونيش الا لما اشتغلت في باريس واتجوزت. واشتغلت ايه؟ كل حاجة ممكن تتخيليها، بحار على مركب، مرمطون في مطعم، سمسار عربيات، بس ما سبتش الرسم ابدا. الرسم كان الحاجه الوحيده اللي بهرب بيها اخر الليل. الله، انت ما اكلتش ليه يا ابني؟ الحمد لله يا حاج. ارمي حمولك على الله يا بناي، ربنا هو اللي عالم بكل حاجه. ونعم بالله. ياه، ده انا اتاخرت قوي، مش هلحق الطبعه الاولى. اوصلك. انا عارفه السكه. مش هنشوف التانيه تاني؟ ان شاء الله يا حبيبتي. طريق السلامه يا بنتي. مع السلامه يا استاذه. خالد خد الاقلام دي على المعرض، اتحمض وتطلعوا الجني حالا. انت فين يا استاذه؟ انا هرجع تاني ثانيه مره لما افرغ الشغل الاول، احسن مستعجله جدا. ما عرفتيش اللي حصل يا استاذه؟
ايه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبه. الحركه وبقى الداخليه في التلفزيون. سيداتي وسادتي، جاءنا الآن ما يلي. أصدرت وزارة الداخلية البيان التالي: في تمام الساعة 3 من بعد ظهر اليوم، قامت مجموعة إرهابية بمهاجمة إحدى السفارات الأجنبية في القاهرة مستخدمة المدافع الرشاشة والبنادق سريعة الطلقات، وقد قتل في الهجوم السفير والملحق الصحفي وأحد حراس السفارة، بينما أصيب 3 آخرون من حرس السفارة. هذا وقد تمكن الجناة من الفرار بعد الحادث، وما زال البحث جاريا عنهم. دلت التحريات أن الذي قاد تلك العملية هو الإرهابي عمر الصناديلي المطلوب القبض عليه في عدة جرائم. ده كلام خطير يا عصمة جدا يا فندم، وخصوصا بعد بيان وزارة الداخلية. بس هي دي الحقيقة يا فندم، والصور هي قدام حضرتك. أنت كنت معاه؟ أيوة يا فندم، كنت معاه هو وأمه وبنته وقت ارتكاب الجريمة. غريبة. وبيان الداخلية يا فندم البيان صريح وذكروا فيه بالاسم وبالصورة، عشان كده بقولوا ان دول بيتخبطوا مش عارفين يتهموا حد. يا فندم الموضوع ده خطير جدا ونشروا فيه مسؤولية على سيادتك. ايه يا استاذ كمال، هي ايه الحكاية؟ هي حياة النفس رخيصة للدرجة دي؟ اسمع يا كمال، نزل بيان الداخلية ونزل قدامه تحقيق عصمت يرد عليه، وبروز الموضوع على قد ما تقدر. ده كلام تقوله جريدة قومية؟ أما الجرائد المعارضة تقول إيه؟ يا رشدي بيه عصمت ما تقصدش حاجة. ما تقصدش إيه يا أستاذ كمال؟ ما تقصدش إيه؟ هو في إيه أكتر من كده؟ تقول إن البوليس بيتخبط وبيتهم الأبرياء؟ بقى حتة ولد حقير زي ده تقول عليه إنه كان من الممكن يكون من كبار الفنانين في مصر لولا تدخل البوليس؟ يا سلام. ادخل. صباح الخير يا رشدي بيه. اتفضلي يا عصمت هاني. خير يا رشيد. احنا بنستسهل ونتهم الناس بالزور يا عصمت. احنا مش عايزين نتعب نفسنا وبنفتح الملفات القديمه بدل ما ندور على المجرم الحقيقي. بقينا كده خلاص يا عصمت؟ امال لو ما كنتش عارفانا وعارفه قد ايه بنتعب علشان نحافظ على الامن. احنا سايبين بيوتنا وبنشوفش اولادنا بالاسابيع، وفي الاخر نبقى كده؟ والكلام ده من مين؟ منك انت يا عصمت؟ رشدي بيه، انا بتكلم في موضوع محدد. انت اصلك مش فاهمه حاجه خالص. احنا بنحافظ على امن بلد بحالها. عارفه يعني ايه بلد بحالها؟ البلد دي مستهدفه يا هانم، في ناس كتير متربصين بيها وانت مش حاسه بحاجه ابدا. احنا بقى اللي حاسين، احنا اللي عارفين، وعشان كده احنا ما بننامش. دي شغلتك يا فندم، زي البحث عن الحقيقه وتنوير الراي العام شغلتي. يا سياده اللواء عصمت ما تقصدش التجريح. انا ما جرحتش في حد ومش مستنيه حد يدافع عني يا استاذ كمال. رشدي بيه، الكلام اللي انا كتبته ده صح ولا غلط؟ غلط غلط وستين غلط. وبعدين معنى الكلام اللي انت كاتباه انك انت قابلت الولد ورحت مع الوكر بتاعه. عصمت رد عليا، من فضلك انت رحت للمجرم ده بيته؟ مش حضرتك برضو اللي حققت في قضية قلب نظام الحكم اللي كان متهم فيها عمر وطلع منها براءة؟ عايزة تقول ايه؟ ولا حاجة، بس التاريخ بيعيد نفسه. المرة اللي فاتت فضل المسكين متشحطط من سجن لسجن وعذبتوه عشان حاجة ما عملهاش. لا عملها، وأنا متأكد إنه كان ضالع فيها. لكن القضاء براه، وإحنا كلنا بنحترم حكم القضاء، مش كده ولا إيه؟ اتفضلي معايا يا سيادة الوزير، عايزك. انت متأكدة من الكلام ده يا عصمت؟ أيوة يا فندم، البيان بتاعكم بيقولوا إن عمر الصناديلي شارك في قتل السفير، وأنا بقول لأ. ألو، أيوة، أيوة يا فندم، تحت أمرك يا فندم. قريته طبعاً يا فندم، سعادتك تدينا أسبوع بس. الحقيقة حبان. يا رشدي، ايه رأيك؟ الحريات كلها أكدت يا فندم إن الولد ده ورا كل العمليات الإرهابية اللي تمت الفترة الأخيرة. بس البيان بتاعنا كان واضح.
وصريح وقال انه كان موجود في ارض العمليه الاخيره مش وراها. اسمع يا رشدي، الموقف حرج جدا ودخل في سكه صعب. لو ما وصلناش للمجرمين دول في ظرف اسبوع هتبقى مشكله حقيقيه. فاهم؟ فاهم. المجرمين دول لازم يتقبض عليهم باقصى سرعه وباي ثمن. وابعد الصحافه عن الحكايه دي خالص. أمه مش كده؟ ابنك فين يا حاجة؟ العلم عند الله يا بيه. انت بالذات عارفة مكانه لأنك كنت عنده. يا تقولي لنا ابنك فين يا حطكوا كلكم في السجن. مش هتقولي. ارموهم كلهم في الحبس لغاية ما يقروا ابنها فين. بلاش البنت الصغيرة يا بيه، خدنا كلنا وبلاش البنت، دي عيانة وممكن تموت فيها. ما تموت. وماله؟ ابوه عمال يقتل في الخلق شمال ويمين، مش مهم لما يزيد واحد. سايق عليك النبي يا بيه، بلاش حبيبه، هي ذنبها ايه؟ خلاص قولي لنا عمر فين واحنا نسيبها. يا بيه ده حرام. الحرام انك انت تكذبي وتقولي انك ما تعرفيش فين عمر. ابني ما عملش حاجه غلط. المحكمه اللي تقول الكلام ده مش انت. قلت ايه يا حاجه؟ you
شويه شاي ايه؟ هلا. تسلم يا فتحي. كله بسرعة يلا. ليه اهرب انت عمر؟ اطلبوا له الاسعاف بسرعه. عمر اخباره ايه؟ هارب يا فندم. عصمت. نعم. ابقى هاتي باسبورك معاكي بكره. ليه؟ الله، انت نسيتي مؤتمر الارهاب الدولي اللي هينعقد في ابو ظبي الشهر ده ولا ايه؟ ده انا فعلا نسيت خالص. كويس بقى ان انا فكرتك. وشوف كمان. مع مين؟ خد اقرا كده وقولي ايه رايك في الموضوع ده. ايه ده؟ موضوع تاني على الارهاب؟ انسي انسي. ليه؟ النائب العام اصدر قراره بعدم النشر. انت كلامك النهارده يا ستي. ابقى هات الباسبور معاكي. عن اذنك. عصمت انا مقدر موقفك وبحترمه، لكن الناس دي ما بترحمش. انهي فيهم؟ صراحة الاتنين. عصمت البلد مقلوبة، الوزارة مش هيهدى لها بال الا لما تقبض على الجماعة دول. البلد بقت على كف عفريت، والداخلية مركزة على واحد بس وسايبة المجرمين الحقيقيين. دي كارثة. أنا شايف إنك متحاملة أوي على رشدي. يا علاء أنت لسه مصدق إن عمر إرهابي؟ ده إنسان بسيط جدا زيه وزيك، وعنده بنت بتاخد الحقل ولا أمه، زي أي أم مصرية حنينة وطيبة فعلا. مستحيل مستحيل ده يكون إرهابي. أنا ملاحظ إنك بتدافع عنه بحرارة زيادة شوية. عشان مظلوم ومن حقه إن حد يدافع عنه. علاء، لو انت عارف ان في انسان مظلوم هتدافع عنه ولا لا؟ طبعا اقف جنبه، بس
مش للدرجه اللي اضر فيها نفسي. مش ضد البوليس يا عصمت. ده اسلوب انا ارفضه يا علاء. عن اذنك. ايه تعمل فيا كده؟ احنا كنا عيش وملح مع بعض. انت بتقول ايه؟ حصل ايه؟ ليه تبعيني؟ ليه تبلغي عني؟ انا مش ممكن، انا ما بعملش كده ابدا. مفيش حد يعرف المكان اللي كنت مستخبي فيه الا انت وامي امي. أكيد راحوا لها تعذبوها علشان تعترف على مكاني. أنت معور. اتصبت وأنا بهرب منها. أنا عايز أجيب لك دكتور. لا. بنتك متراقب. ما تخافيش. محدش شافني وأنا داخل. ولا حتى البواب. المهم دلوقتي نوقف النزيف. تعمل ايه دلوقتي يا عمر؟ مش عارف، بس مش لازم اقعد هنا. انت مالكي سبب. انا همشي. يعني ايه؟ هتسلم نفسك؟ تفتكر وانا عارف ان ده هيحصل لي هسلم نفسي تاني؟ خصوصا من اللي ماسك القضيه المره دي هو نفس الجلاب بتاع المره اللي فاتت. رشدي، تفتكر لو وقعت في ايده المره دي هيعمل فيها ايه؟ انت لازم تبعد عنه شويه. اروح فين؟ استناني هنا، انا مش هغيب. استاذه، مع اول كرباج هينزل على جسمي هعترف لهم بكل اللي هم عاوزين. ما تخافش. لا طبعا. طب عايزة في حاجة مهمة أوي. خير يا عصمت؟ في إيه؟ إيدي مفتاح الشاري بتاعك. الله يخرب عقلك، سيبت ركبي. وإيه بقى التوتر والجدية اللي أنت عاملها؟ علاء مش وقته، إديني المفتاح بسرعة. حاضر، المفتاح أهو. ولو إن الشاري ما فيهوش كهرباء. أنت عايزة المفتاح ليه؟ عايزة وخلاص. عصمت، أوعى تكوني عايزة المفتاح علشان علاء. هتجيب المفتاح ولا لأ؟ لا طبعا، أنا مش ممكن أساعدك في حاجة زي دي. ما هو لو ما جبتش المفتاح هنزل أتصرف. أنت اتجننتي؟ اللي بتعمليه ده هيوديكي في داهيه، هيعرضك للمساءله القانونيه، ودي بقى لا قانون صحافه ولا اي قانون في الدنيا هيقدر يحميكي. يا عصمت، اهقلي وافهميني. الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي عرفتك فيه. يا عصمت اسمعيني، انا صاحبي غلبان وعلى قدي وعارف حدودي. ده البوليس يا عصمت، هنتحدى البوليس. يا علاء ما تخافش، اوعدك مفيش حد هيعرف. لا يعرف، هي مصيبه والله اكتر. علاء، كنت عايزة غيار. يقدر يتكلم امتى؟ مش قبل يومين ثلاثة. اصابته كانت جامدة قوي، خصوصا الرصاصة اللي جت في الرئة. المهم عدى مرحلة الخطر؟ نقدر نقول ان حالته اصبحت مستقرة. اهتموا بيه قوي يا دكتور، ده بقى شخصية مهمة جدا. Thank you.
عرفت هتعمل ايه يا عمر؟ انت كده بتعرضي نفسك للخطر. عندك حل تاني؟ يلا يلا. عم عبدو، عم عبدو. يا نعم. تعال اطلع لي شويه. من عيني. يا فندم يا ست هاني. عم عبدو حياتك اطلع قاعد القرية للتلفزيون. عادي بيومين ولا شمال؟ لا على اليمين وعلى الاخر. من عيني. اوكي. استر. ممكن افهم يا ست الظابط انت بتراقبني ليه؟ فندم حضرتك بتتكلمي عن ايه بالظبط يا مدام؟ انت عارف كويس انا بتكلم عن ايه. وقول لي سياده اللواء رشدي ما يصحش اللي بيعمله ده، وانا هكلم سياده الوزير شخصيا في الموضوع ده. ده اسلوب سخيف ومرفوض. ورانا؟ لا. الجرح بينها عليا شوية. معلش هانت قربنا نوصل. حميه على النار. ايه؟ ارجوك بسرعه قبل الجرح ما يتسمى. مش ممكن، ما اقدرش. ارجوك يا استاذ بسرعه. كفايه يا استاذ.
اكوي الجرح. مش قادرة. ايوه علاء، الروش دي قلب الدنيا عليك. الظاهر كان مراقبك وعرف انك جيتي عندي في الشقه. انت قلت له حاجه؟ لا لا, لا طبعا، انا قلت له جايز تكوني عند اختك. اسمعي يا عصمه، لازم ترجعي بسرعه علشان ما تلفتيش النظر اكتر من كده، ارجوك يا عصمه. طيب يا علاء، حاضر. خير؟ البوليس بيدور عليا. انا اللي ورطتك التوريطه دي. ما كانش قدامنا حل تاني. على الاقل ما كنتيش بيت هنا. كنت اسيبك وانت في الحاله دي؟ ده انت كنت بين الحياه والموت. انا هسلم نفسي. ايه؟ بعد كل اللي عملناه ده؟ مستحيل. انا خايف عليكي. اسمع يا عمر، انا اخترت السكه دي وانا مقتنعه بيها تماما، ولازم امشي فيها للاخر. هتخسري حاجات كتير. المهم ما اخسرش نفسي. عندك حاجات في التلاجة تكفيك يومين ثلاثة. أنا حاول أجيلك في أقرب وقت. خلي بالك من نفسك. عصمة، وحياة أغلى حاجة عندك. ما تعرضيش نفسك للخطر أكتر من كده. ادخل. عصمت، اقدر اعرف يا سيادة اللواء حضرتك بتراقبني ليه؟ خفت عليك. انت نسيت ان احنا اصدقاء؟ الظاهر حضرتك اللي نسيت الحكاية. اصل قلقت عليك قوي. انت ما نمتيش في بيتك ليلة امبارح؟ ايوه. ولا عند اختي؟ ولا عند اختي. امال كنت فين؟ السؤال ده برضه من منطلق الصدقة؟ طبعا يا عزم، وخوفي عليكي. أظن أنا عديت 21 سنة، يعني مش قاصر ومسؤول عن تصرفاتي. ثم أنا مش عسكري عند سيادتك، ولا أنا متهمة،
ولا سيادتك بتتهمني بحاجه؟ بصراحه ايوه، انا بتهمك بتخريب المال العام. مش انت اللي عامله دي؟ ايوه انا اللي عامله دي، اصل ما احبش حد يراقبني وبالسذاجه دي. انت ناسي سيادتك ان انا صحفيه ورئيسه قسم الحوادث؟ يعني مش هتقولي لي مكان الولد ده فين؟ ولد مين؟ عمر الصناديلي. انا فعلا كنت اعرف مكانه اللي انتوا وصلتوا له وهرب منه، بس بعد كده ما اعرفش حاجه عنه اطلاقا. رشدي بيه، ارجوك ابعد رجالتك عني وسيبني اشوف شغلي. عن اذنك. عصام شددوا المراقبة على عزمة. الحاجة الساعة دفعة. امسك الصينية بقى لو سمحت. معلش لو تقوم انت بالعمليه دي. انا ما رضيتش اعملها بنفسي، وبعدين درويش كان عايز يعملها، انا قلت لا. افرض انا ما كنتش ارتاجي قبل ما يتكلم كنت هتصرف انا. اهلا يا عمر، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الجماعه موجودين؟ كلهم جوه. الحمد لله على السلامه يا سي عمر. الله يسلمك. اهلا عمر، ازيك؟ الحمد لله. سلام. انا عمر. اخبار فتحي ايه؟ موضوع فتحي خلاص، عمر قام بالواجب والطريقه نظيفه ما تبانش في التشريح. انت بتراقب يا عمر، واللي انت عملته ده خطر. الخطر ده جزء من شغلنا، دي حاجه مش جديده علينا. وما تنساش ان فتحي ده كان صاحبي قوي. اخبار السلاح ايه؟ الشحنه وصلت واستلمتها انا وخليفه. عبد السلام بعت الحتتين دول من الصعيد، وقول الحته في 1.5. مش بطال، قول له موافق. اخبار الديناميت ايه يا خليفه؟ هيوصل بكره، بس الفلوس لازم تدفع كاش. ما دفعتش ليه يا توفيق؟ الفلوس معجزه معانا شويه. الله، ايه ما اتصلتوش بالاستاذ؟ المباحث شد حيلها اليومين دول والمكان متلخم. الفلوس دي تدفع يا توفيق، وانا بكره هتصل بالاستاذ. ماشي. نيجي للجد. الخطة ماشية زي ما أنا رسمتها بالظبط. أهم حاجة اليومين دول عاوزين نهدى شوية. مش عاوزين أي حاجة تهيج البوليس علينا أو تلفت النظر ناحيتنا. طب وعامل إيه في المعرض؟ انساها.
انا مجهز لها من مده. قلت لك انساها. لا بقى، ده ليها فيها 100,000 دولار. انا بتكلم عن عمليه هنكسب فيها 5 مليون دولار، مش شويه الفكه اللي بتتكلم عنهم. بس انا متفاهم مع الاستاذ على العمليه دي. وانا بقول لا، وكلامي انا هو اللي هيمشي. احنا مش بنلعب يا درويش. انت مش هتيجي عندي اغلى من فتحي، فاهم؟ مات ازاي؟ هبوط حد في القلب. انت مش قلت لي عدى مرحله الخطر؟ ايوه يا فندم، لكن الوفاه فيها شبهه جنائيه؟ ما اظنش يا فندم، وعلى كل حال التشريح هيظهر سبب الوفاه. تتنايل بزياده، هتعمل ايه يا عزمت؟ مش عارفه. طب ما عندكش اي اخبار؟ داخليا مكتمه على كل حاجه، وبصراحه نظره رشدي ليا اليومين دول مش عجباني، وانا انت ايه يا علاء؟ انا بصراحه خايف لا يكتشف حكايه الشاليه ورجلي تيجي في الموضوع، وانا أنا عايز المفتاح يا عزمت. حاضر يا علاء، بكرة هجيبه لك. عزمت وهيكون زعلانة مني؟ أنا خايف عليك يا عزمت. لا أبدا، على كل حال كتر خيرك. ما هو مش معقول أسيبك موحولة في العملية المهببة دي. مشي يا عزم، مشي علشان خاطري، وشيل ايدك من الحكاية دي خالص. أنا كنت بحضر العشاء، تقعد تاكل معايا؟ ماليش نفس. ايوه يا فندم، ده خرج من عندها يا فندم. النهار بتتكلم في التليفون يا فندم، نور التسجيل. ايوه عرفت، انتوا قاعدين ليله في البيت؟ لا بس يمكن اعدي عليكم. طيب باي باي. سيادة اللواء؟ تأكد أول إنها قابلت أختها. هي فيلة أختها. سيب سيادة اللواء.
الو الو قياده. دي الظاهر حبات هنا اللي لازم. يبقى انا ممكن اريح شويه. اسمعت كنت عارف انك هتيجي، كنت خايف عليك قوي. بدعبس في المطبخ لقيت ادوات الرسم دي، حضرتك قدامي وقعدت نفسي انك اتكلم معاكي. وحشتي. عمري ما تعرضت للضغط العصبي ده. حبيبتي يا الشمس ما تطلعش ابدا. نفسي افضل عايشه في حضنك كده على طول. يا ريت يا ريت يا عصمت، يا ريت ننسى كل اللي فات ونعيش بعيد عن الناس. لا لينا دعوه بحد ولا حد ليه دعوه بينا. نجري ونلعب ونحب. بحب بحب. مش عارف ايه اللي خلاني اروح للدكتور في اليوم المنحوز ده. ولو ما كنتش رحت ما كنتش عرفتك. بس لغاية امتى؟ لغاية امتى هفضل هربان كده؟ عمر انت لازم تسيب البلد دي وتمشي. تسيب البلد ازاي بس؟ انا خلاص كبرت على البهدلة دي يا عصمت. مالكش اصحاب برا؟ حد تثق فيه يقدر يساعدك؟ ليا واحد صاحبي غني و ممكن يحميني وبثق فيه جدا، بس المشكله انه مش هنا، عايش في ابو ظبي. ابو ظبي؟ ده انا مسافر الاسبوع الجاي ابو ظبي. اديني اسمه وعنوانه وانا اتصل بيه وارتب لك معاه كل حاجه. حقيقي يا اسمت؟ طبعا يا عمر، بس المشكله انت هتسافر ازاي؟ اغير اسمي واسافر بباسبور جديد. طب تعرف حد يعمل لك الحكايه دي؟ للاسف لا. الراجل اللي كان بيوزع لي شغل في خان الخليلي قال لي انه يعرف حد. انا اتصل لك بيها. لا لا يا عصمت، مش عاوز اوردك معايا اكتر من كده. اخسى عليك يا عمر، ما تقولش كده تاني. بحبك يا عصمت. Thank you.
تقبض على كل من 3 يورو. ناصر افندم، المراقبة مضاعفة 24 ساعة من 24 ساعة. عصام افندم، كل قرايب عمر الصناديلي اهله ومعارف واصدقاء وكل من يمت اليه بصلة يكون يوميا في مديرية الامن، يتسابوا مرة و22. حتى الصحفية عصمت يا فندم؟ بالذات الصحفية عصمت. مين يا هبه؟ مباحث امن الدوله. خير يا فندم. فين مدام عصمت؟ عصمت اختي. ايوه. دي مشيت من امبارح. مشيت ازاي وعربيتها بره؟ اصلها قالت ان عربيتها عطلت وخدت عربيه احمد ابني. نزل بلاغ بنمره العربيه ولونها وماركتها. العربيه تجيلي من تحت الارض. $500 مسيو زكي. ايوه. ممكن تيجي واحده لو سمحت؟ ايوه. بليز جاست اون ويل كام باك. اوكي اتفضل. فتشوا الشقه شبر شبر. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، الست هانم خرجت من الصبح ما رجعتش لغايه دلوقتي. كان معاها حد لما خرجت؟ لا يا فندم ما كانش معاها حد، كانت لوحدها. ما شفتهاش رجعت تاني؟ لا يا فندم ما رجعتش. ملناش حاجه يا فندم. اهلا اهلا. اهلا يا دكتور. هو مش حضرتك عصمت عبد العزيز رئيسة قسم الحوادث بالاخبار؟ لو تفتكر انا كنت جيت لسيادتك بخصوص موضوع حبيبه. ايوه. بنت عمر صناديل. ايوه مظبوط يا فندم. اهلا وسهلا. في الحقيقة أنا كنت جاي لحضرتك بخصوص نفس الموضوع. الدواء اللي حضرتك كتبته الحبيبة خلص ومحتاج لتجديد. يعني إيه ما لقيتوهاش؟ العربية لسه زي ما هي؟ ثبت الحراس عليها يا محمد. لحظة ما تلاقوها تبلغوني. رخصك وبتاع الشنطة اللي ورا. في ايه؟ لجنة مرور يا سيد، البلد مقلوبة، ربنا يسترها. طب خش يمين يا ايه؟ خش يمين. حاضر. تذكرة المعادي لو سمحت. مش هنا يا عزمت. انا طردته. طردته؟ ايوه طردته.
قررته ازاي؟ عمر راح فين يا علاء؟ اهدي يا عصمت واسمعيني. مش عايزه غير لما تقولي عمر راح فين يا علاء. انت اتكلم. فوقي فوقي بقى يا عصمت، انت ماشيه في طريق غلط ومش داريانه باللي بيحصل وهتودي نفسك في داهيه. انت مين اداك الحق تتدخل في حياتي؟ كان لازم حد يتدخل علشان تفوقي وتبعدي نفسك عن الجبال الارهابي ده. ما تقولش على عمر كده. للدرجه دي بتحبيه؟ أظن مش من حقك يا رشدي بيه تتهجم على حياة الناس الخاصة بالشكل ده. أكيد إحنا ظلمناها يا فندم. شايف كده؟ جايز. يلا اسفة يا علاء، اسفة. بينا وصلك. قلت لك لا يا درويش، قلت لك اسمع الكلام يا درويش، قلت لك احنا مش بنلعب يا درويش، قلت لك مش هتبقى اغلى عندي من فتح يا درويش. اي كلمه هقولها بعد كده تتنفذ ومن غير كلام، مفهوم؟ ايه يا سعد؟ لا ابدا، بس الاستاذ وصل. شيلوه. اتاخرت علينا قوي. اول ما وصلتني رسالتك جيت على هنا على طول. هي تعرف حاجه؟ لا. اللي حصل النهارده غلطه كبيره قوي، والغلط في شغلنا ممنوع. حاجة زي كده ما يجبش انها تتكرر. مش هتتكرر. انا اتصلت بالجماعة برا. جالك الرد؟ هم وافقوا على العملية وبشروطك. والفلوس؟ زي كل مرة، هيتحط في حسابك السري في سويسرا اول ما تتم العملية، ده بعد خصم عمولتي طبعا. طبعا. الست دي اللي اسمها عصمت، انت واثق منها؟ أوي.
أي خدمة تانية؟ أصل عمر بقاله مدة ما اتصلش بيا، وأنا مش عارفة طريقه فين، فلو تقدر حضرتك تقولي بس ممكن ألاقيه فين ولا. من فضلك بليز، أنا عملت الحاجة دي بس عشان خاطر صداقة قديمة. فضلك بعد كده أرجوكي مفيش داعي تيجي عندي تاني هنا. بليز، مع السلامة. اتفضلي. أظن كده بقى يبقى حددنا سياسة الجريدة بالنسبة لشغل الأسبوع اللي جاي. أي أسئلة؟ شكرا. شكرا يا سيد. ده الباسبور وتذكرة السفر لمظبوط. السفر بكرة إن شاء الله. بكرة؟ أيوه. بس جايز ما أقدرش أسافر بكرة. كلام إيه اللي بتقولي ده يا عزمة؟ مؤتمر أبو ظبي ده مهم جدا، وإحنا اخترناك أنت بالذات لأنك من أكفأ الصحفيات اللي عندنا هنا في الجريدة. عزمة، أنا حاسس إنك مطيرة. أنا طبعا ماليش إن أتدخل في حياتك الخاصة، لكن إحنا هنا في الجريدة بنعتبر نفسنا أسرة واحدة. بس إن كنت عاوزة تسمعي نصيحة أخ أكبر، سافري. سافري يا عزمة، وأرجو إنك ترجعي لنا عزمة بتاع زمان. مش كده ولا إيه يا عزمة؟ حاضر، هحاول. تاني باب على الشمال. ولاد الحلال كتير. جبت الباسبور؟ ايوه حبيبي اهو، حضرت الجواب. انا مسافره بكره. الساعه كام؟ الساعه 10. الجواب جاهز، بس كان في حاجه كده كنت عاوز ابعتها لصاحبي معاكي، حاجه هو بيحبها قوي. ايه هي؟ شويه بطارخ بلدي. ممكن؟ اخس عليك يا عمر، انت بتسالني؟ اعذريني يا حبيبتي، غبي. ما تقولش كده، ده انا يا ريت اقدر احطك جوه قلبي واقفل عليك واخدك معايا. هتوحشني قوي يا عمر، هتوحشني قوي يا عمر. بعد اذنك يا حبيبتي هبعت حد بس يجيب البطارخ.
مش هتأخر عليك. التشابه مش مظبوط يا سعد. احاول فين؟ مش حكاية تحاول، التشابه لازم يبقى مظبوط 100%. اظبط جهاز التفجير على الساعة كام يا عمر؟ الطيارة هتقوم الساعة 10 الصبح، اظبطه على الساعة 11. اوكي. ده يعدي من اجهزة الامن في المطار؟ كله بلاستيك، ما فيهوش ولا حتة معدن. دول كفايه الواحده من دول قد اللي استخدمهم درويش 3 مرات، ودول 12 صباع يا عمر، يعني صباع من دول وقنبله كده مش هنلحق. هي مش حدات هنا ما ظنش. اسف يا حبيبتي اتاخرت عليكي. ايه يا اسف؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا اسف؟ انت الظهر اخدتي برد. الظهر كده. اعمل لك ليمون؟ لا لا مش داعي، انا اصلا لازم اروح دلوقتي حالا. ايوه بس انا لسه ما حضرتلكيش حاجه. معلش اصل هحضر شنطي ويمكن اختي تكلمني. طيب على راحتك، انا بكره الصبح ابعت لك البطارخ والجواب على المطار. طيب ان شاء الله ان شاء الله. عصمت جريمة. احنا بنحافظ على امن البلد لحالها، البلد دي مستهدفه يا هاني، في ناس كتير متربصين بيها وانت مش حاسه بحاجه ابدا. فوقي انت ماشيه في طريق غلط ومش دريانه باللي بيحصل وهتودي نفسك في داهيه. Ha ha ha!
سلام عزمة. طارق. كله تمام. بس المهم تعدي من الجمارك. تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 702 المتجهة إلى أبو ظبي على جميع السادة الركاب سرعة الانتهاء من إجراءات السفر. شكرا. علينا يا عمر. كمان ساعة والطيارة هتنفجر. سعد، انت وتوفيق تلموا كل الاوراق الموجوده هنا وتحرقوها، ما تسيبوش اي حاجه تدل علينا. رشاد، خد ربيع وخليفه ولموا السلاح وجهزوه، قدامنا نص ساعه، اول ما يوصل الخواجه والدكتور هنتحرك على طول. يلا بسرعه. انتي مش كنت في المطار؟ انتي ما سافرتيش؟ ما قدرتش، قلبي ما طوعنيش، في اخر لحظه سبت الوفد وجيت لك عشان نسافر سوا. مش كده احسن يا عمر؟ مش كده احسن يا حبيبي؟ والبطارخ فين البطارخ؟ بطارخ ايه يا عمر؟ اخص عليك، بقول لك وحشتني. استني، والبطارخ؟ البطارخ فين؟ الله، جرالك ايه يا عمر؟ البطارخ هنا يا حبيبي. هنا؟ هنا فين؟ اتكلم بسرعة، البطارخ هنا فين؟ قص عليك يا عمر، وانا اللي كنت فاكرة هتنبسط لما تشوفني، انت مش هقولك. قوليلي فين؟ قولي فين وبسرعة. جرالك ايه يا عمر؟ قوليلي فين البطارخ؟ فيها ايه البطارخ دي يا عمر؟ مفيش وقت. فيها ايه البطارخ دي يا عمر؟ هي القنبلة! استريحتي؟ قنبلة؟ ايوه، وهتنفجر بعد دقيقتين. قولي لي فين البطارخ؟ اما انت دمك خفيف يا عمر، قنبلة في البطارخ؟ لا اكيد انت بتهزر. انا ما بهزرش. قولي لي هي فين؟ انت اللي حطيت القنبلة دي يا عمر؟ ايوه انا. عايز تقتلني بعد كل اللي عملته عشانك؟ فين البطارخ؟ يعني انت ارهابي بقى زي ما بيقولوا. ايوه انا ارهابي. عاوز تعرفي ايه كمان؟ الوزير انا اللي حاولت اقتله، حادثه السفاره انا اللي مدبرها،
الطيارة كنت هنسفها بكل الوزراء اللي فيها لولا غبائك. فين البطارخ؟ البطارخ في ايد امينة في مباحث امن الدولة يا عمر. كده بقى انا كفرت عن ذنبي، خدت اعترافك بالكامل وهوصلك لحبل المشنقة بايدي يا عمر. انت بتشتغلي مع البوليس؟ انا مصرية يا عمر، شربت من مية النيل من زرع شيطاني زيك يا كلب يا خاين يا ارهاب يا حقير يا بنت الكلب. انا توقعني مرة زيك؟ عمر السناطيري اللي دوخ البوليس 20 سنة توقع مرة زيك؟ لا ده بعدك. كانوا مشطوه حته حته ان شاء الله. عصمت لازم تطلع سليما. حاضر. وعمر ده تجيبوه. محدش يضرب، محدش يضرب يا عمر. اللي بتعمله ده ما منوش فايده، المره دي مش هتهرب. ده بيتهيالك يا رشدي بيه، خلي العساكر بتوعك ينسحبوا. المكان كله محاصر وزمايلك كلهم اتمسكوا. هعد لغايه 5، لو ما انسحبتوش المرشدة بتاعتكم هتموت. واحد يا عمر مفيش فايدة. اتنين. عمر اسمعني. تلاتة. خلي القوات تنسحب. بس يا فندم. اربعة. نفذ الامر كله انسحب. طلباتك يا عمر. عاوز عربية قدام الباب ومن غير سواق. هتروح بيها فين بس؟ مش شغلك، اتحرك وبسرعة. حاضر. جهزوا العربية. أي حركة تعمليها فيها حياتك قدامي.
كويس كان برصيف. انزل تحت. ايدك فوق. افتح الباب. لو لقيت أي عربية وراي هقتلها. أنت هتسوق العربية وأنا هقعد ورا. أي حركة غلط هقتلك. قدامي. مسدسك يا رشدي بيه.